حاولت تهاجر لامريكا قبل كده؟ لا. شايف ان انت كل حاجه متاحه بالنسبه لك هنا في البلد؟ لا، ومفيش حاجه متاحه بس بلدنا وراضيين بيها. لا. او فكرت؟ لو متاحة لو فكرت انا ان شاء الله ما اخلص دراسة. ليه بقى هتهاجر؟ عشان الشغل وكده واحقق نفسي فيه يعني واللي انا عايزه. والله لا ما حاولتش، بس كنت بفكر في الموضوع ده، يعني شايف ان يعني مستني ان بلد تديني الفرصة بتاعتي ان انا اشتغل وكده وتوفر لي فرصة عمل وكده. يعني ما كانش كده يبقى اكيد لازم هاجر يعني. لا ما فكرتش. لا هو مش معنى ان انا ما فكرتش ان انا هاجر ان الدنيا مظبوطة، بس يعني الوضع هنا اكيد هيبقى الوضع من بره. مصر ام الامان كل الدنيا وكلها. امريكا؟ لا امريكا لا. طب ليه حاولت تهاجر اصلا؟ والله عشان ما فيش شغل في الدوله، فقلنا بس عشان الشغل وكده. وانت شايف ايه في مصر اللي انت ممكن تطلبه من الدوله هنا اللي هي تعمل لك بدل ما تهاجر؟ يعني توفر لنا وظيفه لما نتخرج وشقه مثلا وكده، يعني تشغل البطاله اللي قاعده على القهوه دي كلها. يعني ده كله مطالبه بس انت تشتغل. انا شغال، انا ببص على الناس اللي هي مش شغاله. طب انت بتطلب ايه اصلا من البلد اللي هي توفر لك بدل ما تسافر؟ شغل بس، مش عايز غير شغل بس. هو ده السبب الوحيد؟ يعني مفيش اسباب تانيه، هو الشغل. لقيت شغل في بلدك مش هتهاجر. الشباب مش هيهاجر عمره، كل حاجه هتبقى في بلده. ايه اللي هيخليه يتمرمط وايه اللي يتمرمط بره؟ الواد منصور ماله؟ ما بيجمعش. ايه ده السلوك اللي عنده؟ دخلت كلها على بعضها، مخه بقى فافاه وجزمته بقت في دماغه. بتقول ايه يا ابني انت؟ توفر لي فرصه عمل. هو ده اللي انت بتقوله؟ بس يعني لو وفرت الفرصه مش هتهاجر. لو اتفرضت فرصه مش هتهاجر. يعني انا شايف ان في شباب كتير بيفكروا في الهجره. تمام. اعتقد يبقى في عداله اجتماعيه اهم من اي حاجه، عداله اجتماعيه بمفهومها الحقيقي. بس نشتغل، بس لا لو ما تعيش في البلد دي نشتغل فيها، بس مش عايزين اكتر من كده يعني. يعني لو اشتغلت مش هفكر في الهجرة؟ لا طبعا. كرامة.